مرحبا، أنا الدكتور محمود بحيص. اليوم رح نتكلم مع بعض عن التحفيز المغناطيسي العميق للدماغ. لأي أنواع حالات مرضية تم تطبيق التحفيز المغناطيسي العميق للدماغ؟ نستخدم التحفيز المغناطيسي العميق للدماغ في حالة الإدمان على الكحول، الإدمان على التدخين، إدمان الكوكايين، إزالة عوارض الوهن المصاحبة لمرض التصلب المتعدد، الألام الناتجة عن التهابات وأمراض الأعصاب، الوسواس القهري من أجل زيادة القدرات التواصلية لمرضى التوحد، متلازمة باركنسون أو الشلل الرعاشي، حالات الخوف في مرض ألزايمر، علاج المشاكل الذهنية العصابية مثل العوارض السلبية في مرضى الفصام مثل الانغلاق على الذات واللامبالاة. طيب، لماذا يعتبر التحفيز المغناطيسي العميق للدماغ مهما في علاج حالات الإدمان؟ إنه هذا النوع من العلاج مهم لضبط وتنسيق المناطق الدماغية التي تم إفسادها عن طريق الأدوية والمخدرات. أدركنا اليوم أن الإدمان مثله مثل الانفصام، هو مرض عقلي مزمن متكرر النوبات والانتكاسات، وأنه مثل مرض السكري، مرض مستعصي مزمن علاجه طويل ويستمر سنوات عديدة. الإدمان لا ينتج فقط عن فساد الإرادة، أو أنه ليس فقط ضعف إرادة، وإنما هو نقص، وهو ليس أيضا ضعف شخصية أو ضعف في البنية الأخلاقية. في أعماق المخ نجد ما يسمى بمركز المكافأة أو مركز المراضاة، يفرز في بعض الأحيان ما يسمى بالسيالات العصبية والتي تسبب التغيرات الهرمونية في جسم الإنسان، ويمكن استعمال التأثير القوي والفاعلية الحقيقية لعلاج التحفيز المغناطيسي للتأثير على هذه المناطق. نبدأ أولا في علاج الإدمان، مستهدفين تخليص الجسم من المواد المخدرة مثل الكحول والمخدرات بشكل عام، ثم من بعد ذلك نعمل على تقليل الرغبة والحاجة الملحة لهذه المادة. يظل نصف المرضى الإدمان على في كل الأحوال يعانون من الصعوبة الناتجة عن وجود الرغبة الملحة في أذهانهم للعودة لتعاطي المخدرات والكحول، برغم البروتوكولات العلاجية التي قاموا بالخضوع لها في مستشفيات مختلفة. جلسات الطبيب النفسي والعلاج الأسري والطرق العلاجية المماثلة أيضا مهمة إلى جانب التحفيز المغناطيسي العميق. يجب أن نعرف أن الهدف من تطبيق التحفيز المغناطيسي العميق للدماغ هو الوصول لأماكن عميقة في هيكل الدماغ لنسيطر على مراكز الإدمان ولنخفف من درجة الإدمان. في السنوات الأخيرة أثبتت الأبحاث والدراسات أن استعمال التحفيز المغناطيسي العميق للدماغ قد أثمر عن تقليل نسبة الاشتياق أو الرغبة الملحة لتعاطي المواد المخدرة والكحولات أو التدخين، بالإضافة إلى قدرة التحفيز المغناطيسي العميق للدماغ على تقليل حالة الرغبة الملحة. فإلى جانب ذلك فهو يقلل من السلوكيات الرعناء والأطباع المندفعة التي دفعت الشخص لتعاطي هذه المواد، وتمنحه القدرة على صنع القرار الصحي والصبر وسلوك التصرف الصحيح في حياته، وبالتالي نضمن التعافي ونساعده على الاستمرارية في التعافي من الإدمان. بتحفيز هذه المناطق الدماغية تصبح المادة الباعثة على الإدمان أقل، أو ترتفع قدرة الشخص على التحكم والسيطرة عن طريق امتناعه من استخدام المخدرات. طيب، هل تحمل تقنية التحفيز المغناطيسي العميق أي خطر على صحة الإنسان؟ تقنية التحفيز المغناطيسي العميق مثلها مثل التقنية التقليدية، وهي التحفيز المغناطيسي السطحي، تعتبر من أقل التطبيقات مخاطرة على الإطلاق كونها لا تنطوي على أي إجراءات تداخلية أو جراحية، فهذه الوسيلة لا تترك على الدماغ أي نوع من أنواع المضاعفات أو التلف العام.